احد اكثر الاسئله اللي تجيني من وين لك الاجهزه هذه كلها؟ بكل بساطه خلينا نجاوب لكم على السؤال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم فيصل السيف جادجتير فيرجن موبايل. لما اتكلم على مجموعه الاجهزه اللي موجوده عندنا للمراجعه تنقسم الى شقين. جزء من الاجهزه هذه الشركات نفسها تعطينا اياها، ايش الفائده لهم من انها تعطينا الاجهزه دي؟ احنا نقيم الاجهزه، نسوي عليها فيديوهات ونراجعها. احنا جانا الجهاز وجمهورنا حصل على نفس المراجعه. الشركه قدرت توصل لجمهورنا بكل بساطه من خلال الوصول الكبير اللي احنا فيه، فاحنا استفدنا وهم استفادوا. الاجهزه من النوع الثاني احنا نشتريها بنفسنا، زي على سبيل المثال اجهزه النكسس، ما لها تواجد رسمي في المملكه العربيه السعوديه، ما لها وكيل، فبكل بساطه عشان نقدر نوصل التجربه للجمهور لازم احنا نشتري هذه الاجهزه. اذا ودك تحصل على أجهزة كثيرة من الشركات بكل بساطة، ابدأ مشروع تقني، بلوج، مدونة، تقدر تبدأ فلوج، تقدر تبدأ بودكاست. مع الانتشار وحجم التأثير اللي بتوصل له تتصل عليك الشركات بكل بساطة وتقول لك عندنا مجموعة أجهزة جديدة، ايش رايك نرسل لك اياها؟ بعضهم حيقولوا لك رجع لنا الأجهزة لما تخلص، وبعضهم يقول خلي الأجهزة عندك. وبالعادة لما نخلي الأجهزة عندنا تتراكم زي ما تشوفوا.